ايوه السلام عليكم، شو سامعيني كويس؟ طب الشير شغال تمام؟ شايفين المحاضرة؟ لا تمام، شايفين ولا ويندوز. ايوه عامل شير اهو، بس ثانية ثانية هو بيعمل اتصال. شايفين الشاشة يا شباب؟ السكرين تمام؟ ماشي. كنا المرة اللي فاتت أخذنا بدأنا كده في التستنج هايبوستس، واتكلمنا على بعض الاوبريشنز يعني، او بعض الخطوات اللي انا بمشي عليها. فقلنا فكره اولا هايبوست تيستنج دي بستخدمها في فكره ان انا لو عندي كليم معين وعايزه اثبت الكليم ده هو مظبوط ولا لا، فبعمل قلنا بناخد سامبلينج ديستريبيوشن وبتمشي على شويه رولز كده عشان تشوف الهايبوثيسيس ده هو ترو اور اعمله ريجكشنز او اعمله اكسبتنس يعني. فالمفروض ان احنا هنكمل في نفس الفكره يعني، هنكمل بس جزء خاص بريليتد ان انا شغاله على سنجل بوبيليشنز مين، هنكمل حته فيه. ولو انا هشتغل على ديفرنس بتوين تو بوبيليشنز تمام، هنمشي بنفس الخطوات، مفيش اي حاجه اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. كان اللي فاضل من المرة اللي فاتت هو في حالة ان احنا قلنا ان انا لو شغالة على سنجل بوبيليشنز عندي تو كيسز، يا اما البوبيليشن فاريانس بتاعي نون يا اما انون. واللي احنا وصلنا ليه المرة اللي فاتت هو ان احنا اشتغلنا وطبقنا على البوبيليشن فاريانس في حالة اللي هو ايه نون. دلوقتي اللي احنا هناخده او اللي هنكمله هو في حالة ان الايه البوبيليشن فاريانس انون، اللي هي السيجما سكوير بتاعي هو انون. لو تفتكروا نفس اللي احنا اخدناه قبل كده، كنا اولا في حاله النون كنا بنعمل ايه؟ في حاله ان انا خلينا نراجع كده سريعا، كنا بنعمل ايه في حاله ان السيجما سكوير هي نون؟ كنا بنمشي على مجموعه من الخطوات لحل الهايبوثيسيس. اول خطوه هو ان انا اول حاجه ان انا بعمل فورميليت للبروبلمز، ان انا بحدد او بستيت ايه هي ايه هايبوثيسز بتاعي، بطلع النال هايبوثيسز والالترناتيف بتاعي تمام، بعرفهم من المساله اللي هو بعرف الاتش 0 اللي هو النال هايبوثيسز والاتش 1 اللي هو الالترناتيف تمام. الحاجه الثانيه بناء على قيمه الاتش 1 بروح اجيب حاجه اسمها الزد الفا على 2 او الزد الفا، ودول بجيبهم من التيبلز، ودول المفروض اسمهم الكريتيكال بوينتس اللي هي بيقول لي منطقه الريجكشن بتاعتي فين. قلنا في حاله ان الاتش 1 او كانت فيها كلمه اكبر يبقى هتكون الريجكشن هتكون في الحته دي المنطقه دي. في حاله ان انت بتتكلم على ان الاتش 1 فيها الهايبوثيسز بتاعك فيها اصغر، فهيكون الريجكشنز هيبقى كريتيكال بوينت هنا، ودي هتبقى الريجكشن ريجونز. في حاله ان انت الاتش 1 فيها كلمه نوت ايكوال او جريتر ذان اور ايكوال او كده، فكره فيها الايكواليتي يعني تمام، ساعتها بتستخدم الايه التو تيلد تمام. يبقى التو تيلد عندي ان انا كده دول المنطقتين بتوع الريجكشن اريا، والنقطتين دول هم الكريتيكال اريا او كريتيكال بوينت. فتاني خطوه بجيبها يبقى اول ستيت وانا بحدد مين الاتش 0 النال هايبوثيسز ومين الاتش 1 الالترناتيف. تاني حاجه ان انا بحدد الكريتيكال بوينتس البوينت بتاعتي اللي هي الزد. هنا في حاله التو تيل هتبقى كريتيكال بوينت عند الالفا على 2، زد الفا على 2. في حاله ان هي في اكبر من، فانت هتبقى دي الكريتيكال بوينت هتبقى مكانها هنا. في حاله الاصغر هتبقى كريتيكال بوينت مكانها هنا. تالت خطوه بعملها معايا
ان انا ايه، ان انا بروح احسب حاجه اسمها statistical point. تمام، بجيب الاستاتستيكال بتاع الكليم اللي انت بتقوله ده، ان انا بحسب حاجه اسمها زد، ودي كانت بتساوي اكس بار ماينس النيو نود على القيمه بتاعت السيجما بتاعتي. تمام، فبحسب الايه الكلام ده اللي هو statistical زد فاليو. رابع خطوه عندي، بس بحسب اروح اشوف بقى هل البوينت اللي انا حسبتها الكريتيكال دي هل هي واقعه في اي ريجكشن ريجن ولا لا. هل هي مثلا في حاله الاكبر هي اكبر من الكريتيكال بوينت، لو كانت اكبر من القيمه اللي انت جبتها الكريتيكال يبقى هي هتقع هنا، فساعتها هعمل ريجكشن للكليم، او ايه او لو لا يبقى انا ايه يبقى هي موجوده في الاكسبتنس. لو كانت قيمه الزد في حاله ان الاتش 1 في اصغر يبقى، وقيمه الزد اصغر من قيمه الكريتيكال بوينت، يبقى معنى كده ان هي واقعه في المنطقه دي، ودي الريجكشن بوينت او الريجكشن اريا، وفي الحاله دي برضه هريجكت الكليم. اما لو كانت اكبر منه يعني واقع هنا، فساعتها هعمل له اكسبتنس. في حاله التوتال فانا بشوف هي لو هي واقعه هنا او واقعه هنا، ففي الحاله دي انا بعمل ريجكشن. تمام، دي الفكره بتاعت ان انت لو بتشتغل على الزد مود، وده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت بالتفصيل، او السيجما سكوير الفارينس بتاعي نون. طب لو السيجما سكوير ان نون، تمام، فبيقول لك لو السيجما سكوير ان نون، ففي الحاله دي ان انت بتشتغل على الفارينس بتاعك از نوت نون، فانت في الحاله دي يمكن بتشتغل في نفس الحاجات ما عدا ان انت الفارينس بتاعك هو اللي مش معروف. فبرضو انا بفترض ان النال هايبوثيسز الاتش زيرو بتمشي بنفس الايه بنفس الخطوات، هي حاجه واحده بس اللي بتفرق معانا هتكلم عنها دلوقتي، بس انت برضو يعني بتشتغل على النال هايبوثيسز ان هو الاتش زيرو، بتقول الهايبوثيسز زيرو او النال هايبوثيسز ده اللي احنا بنجيبه من البروبلم بتاعتي. وهي لما الاقي في البروبلم بتاعتي حاجه فيها ايكوال يبقى على طول بقول ان دي النال هايبوثيسز بتاعتي. تمام، والالترناتيف هو عكس اللي انت النال هايبوثيسز اللي انت فرضته، يعني عكس الفرض اللي انت فرضته بجيب الالترناتيف بتاعي. تمام، ممكن يكون ان هو تو تيلد الترناتيف الاتش 1 بتساوي ان النيو نوت ايكوال، ده الفرض الثاني. الترناتيف ان النيو عكس نوت مش بتساوي النيو نوت، لكن الهايبوثيسز كان فرض ان الميو ايكوال ميو نوت، يبقى الالترناتيف بتاعي هيكون ان الميو نوت ايكوال ايه ميو نوت. طيب فبيقول لك لو نفترض ان انت عندك راندوم سامبل من اكس 1 لحد اكس ان واخد نورمال ديستريبيوشنز بميو سيجما سكوير، وعندك كونفيدنس انترفال مثلا للقيمه الميو دي. تمام، فانت ساعتها بتروح ايه، وان السيجما سكوير دي انون، ففي الحاله دي بدل ما كنت بتروح تحسب حاجه اسمها زد بتروح تحسب حاجه اسمها تي. تمام، طب لو بصيت كده ان التي، طب الزد كانت بايه، الزد اللي هي في حاله ان السيجما سكوير نون. تمام، وباجي احسب التي في حاله ان السيجما سكوير ان نون. لو نيجي نفتكر ان الزد هي اكس بار ماينس الميو على سيجما على جذر ان اللي هو ستاندرد ديفيشن بتاعي. تمام، طب حاله التي لو خدت بالك هي ما عدا ان انا بدل سيجما بستخدم الاس. تمام، ليه؟ لان السيجما هو الستاندرد ديفيشن، وانا اصلا بقول ان الفاريانس انون، فانت هتعرف الستاندرد ديفيشن ازاي؟ اكيد مش هعرف اجيبها، فبديل السيجما هستخدم الاس. الاس هي ايه؟ هي الستاندرد ديفيشن بتاع السامبل اللي انت شغال عليها، فانا هعتبر الاس مكان السيجما، وساعتها بحسب الايه؟ بحسب التي فاليو دي. دي تعتبر مين؟ دي تعتبر الكالكوليشن بتاعك. تمام، بدل الزد بحسب التي، وبدل هنا السيجما بحسب الاس، بستخدم الاس بدل السيجما، لان انا شغاله على سيجما سكوير هي انون، الفاريانس بتاعي انون، فطبيعي السيجما هيبقى انون، فبدل كده بستخدم الايه؟ بستخدم الاس معايا. فبيقول لك هنا انا بسجست ان التي هي اللي انا بحسبها، هي الاستاتستكس فاليو اللي انا بحسبها، هي دي اللي انا بستخدمها علشان اعمل عمليه التستنج للهايبوثيسز بتاعي. تمام، اللي هو الاتش النال هايبوثيسز ميو ايكوال ميو نود. طبعا احنا بنربليس الميو بميو نود ولا لا. طيب فبيقول لك في حاجه دلوقتي، في حاجه مش مفهومه في الناحيه دي، في حاجه يا جماعه مش فاهمينها لحد دلوقتي. كلكم شايفين
التخفيف. طيب الشير، في حد عنده مشكلة؟ تمام. هكمل. فبيقول لك هنا بيقول لك ان انت طبيعي ان انت ما كنت بتشتغل على الطريقه العاديه اللي هي الزد، كنت ان احنا كنت بتشتغل على سيجما سكوير على انه تجيب الستاندرد ديفيشن بتاعتها اللي هي تديك سيجما على جذر ان. فقال لك في حاله ان السيجما سكوير انون، فاحنا بنعمل ريبليسمنت للكلام ده بالانبايزد استيميترز اللي هو اس سكوير على ان. تمام. اس سكوير على ان هي دي اللي انا بستخدمها في حساب التي. فساعتها اما بجيب قيمه الستاندرد ديفيشن هيطلع لي اس على الجذر ان. طيب فبيقول لك لو كانت قيمه، لو انت فرضت ان الميو ايكوال ميو نون واحنا عارفين التي، تمام، فطبيعي ما دام انت شغال على التي فاليو، اما تيجي تحسب الكريتيكال بوينت، بدل ما كنت بتستخدم الزد تيبل في الحاله دي هتستخدم الايه؟ التي ديستريبيوشن تيبل. واحنا عارفين ان احنا لما بنيجي نستخدم التي ديستريبيوشن بنبقى محتاجين نعرف الديجري اوف فريدمز، فساعتها بتعامل مع ديجري اوف فريدمز بان ماينس 1. نفس الحاجات اللي احنا اخذناها قبل كده في السامبل ديستريبيوشن لما بنيجي نشتغل على ايه؟ على سنجل فاليو. طب سنجل بوبيليشن. فبيقول لك برضو نفس الحال ان انت لما تيجي تعمل تيست اوف هايبوثيسز على سنجل مين، فانت عندك ثلاث احتماليات. تمام. 3 بوسيبل الترناتيف هايبوثيسز، عندك ثلاث احتماليات لقيم اتش 1. ايه بقى اللي انت بناء عليها بتطبق الديستريبيوشن بتاعك؟ هم دول الثلاث احتماليات. طيب فانت بيقول لك لو انت عندك الديستريبيوشن بتاعك نورمال ديستريبيوشنز بالميو والسيجما سكوير، والسيجما سكوير هو از ان نون، ففي الحاله دي انا لما باجي احسب التي بحسبها باكس بار ماينس ميو نود على اس اللي هو ستاندرد ديفيشن. طيب وبيبقى عندي للاتش 1 بتاعتي ثلاث احتماليات اللي انا لسه قايله عليهم. هو ده نفس الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، بس بدل ما بشتغل على الزد بشتغل على التي. تمام. ليه؟ علشان انا في التي او بستخدم التي ديستريبيوشن عشان انا السيجما سكوير بتاعتي انون. تمام. ما دام السيجما سكوير انون فانت على طول في اي حاجه، يعني احنا خدنا القصه دي يمكن ثلاث مرات لحد دلوقتي. تمام. سواء السامبلنج ديستريبيوشنز او انت حتى بتشتغل على في الاستيميشنز او هنا في التستنج هايبوثيسز، ما دام السيجما سكوير هي اس انون فانت بتشتغل على طول على ايه؟ التي ديستريبيوشن. في الحالة دي هيكون الفاليو اللي أنا بحسبها اللي هي الستاتستيكال فاليو هتبقى تي بتساوي اكس بار ماينس ميو نود على الستاندرد ديفيشن. فقلنا حسب الاتش 1 أنا عندي ثلاث حالات، في حاجة اسمها تو تيلت وفي حاجة اسمها ليفت تيلت، دي الرولز اللي أنا بمشي عليها، وفي حاجة اسمها رايت تيلد كيس. طيب نطلع كده نبص على في حالة التو تيلت. في حالة التو تيلد ببدأ أشوف التو تيلد كيس في الالترنيتيف هايبوثيسز، الالترنيتيف يعني الاتش 1 الالترنيتيف هايبوثيسز. لو لقيت في الاتش 1 الاتش 1 اللي أنت الكليم بتاعك فيها قيمة فيها نود ايكوال مثلا أو ايكوال أو أيا كان فيها الايكواليتي دي، فأنت كأنك بتتعامل مع التو تيلد كيس، وده بيكون شكل الديستريبيوشن اللي أنت بتشتغل عليه. تمام. الكريتيكال بوينتس هم هنا، دول الكريتيكال بوينتس، والمنطقتين دول اللي بالرمادي دول الايه؟ الريجكشن ريجونز، ان لو وقعت فيهم القيمه التي اللي انت هتحسبها، لو التي اللي انت هتحسبها وقعت في القيمه دي او القيمه دي او في الاريا دي او في الاريا دي، فانت ساعتها بتعمل ريجكشنز ليها. فلو كانت اهي قال لك التي كالكوليشن اللي انت هتحسبها، لو كانت قيمتها اللي انت بعد ما تحسبها يعني اعلى من تي 1 ماينس الفا على 2، يعني اعلى من القيمه دي، تمام، وباستخدام الديجري اوف فريدم ان ماينس 1. طبعا انت عشان تجيب الفاليو دي، عشان تجيب الكريتيكال بوينت دي تعرف هي فين بالظبط،
فانت محتاج باستخدام الكونفيدنس انترفال اللي هي الاريا ومعاك الديجري اوف فريدم نمبر اوف ديجري اوف فريدم. لو معاك الكونتين الحاجتين دول يبقى ساعتها بسهوله هتعرف تجيب قيمه الكريتيكال بوينت. لو كانت القيمه اللي انت حسبتها بقى اعلى من يعني اعلى من القيمه بتاعت الكريتيكال بوينت يعني هي يبقى معنى كده ان ايه ان التي اللي انت حسبتها بتقع هنا. ففي الحاله دي الديسيشن ان انا بعمل ريجكشن لمين للاتش 0 او اكبر برضو لو كانت برضو اللي انت التي كالكوليشنز يا اما هنا يا اما قيمتها اكبر من انت خد بالك هنا تي 1 ماينس الفا على 2 لكن هنا ماينس تي ماينس الفا على 2. لو كانت القيمه اصغر من ماينس تي 1 ناقص الفا على 2 فالتي اللي انت حسبتها بتقع هنا. اما لو كانت اكبر فهي هتقع هنا. ففي الحالتين سواء وقعت هنا او وقعت هنا انا هعمل ريجكشنز لمين؟ للاتش 0. في حاله الليفت تيل للالترناتيف قلنا الالترناتيف في حاله الليفت تيل يعني انت في الاتش 1 في الكونديشن او الكليم بتاع الاتش 1 في علامه ايه اصغر. ففي كونها في علامه اصغر في الاتش 1 فانت بتعرف كده ان انت شغال على ايه على الليفت تيل بس. يبقى هنا مكان الكريتيكال بوينت لو الزد اللي انت او التي اللي انت حسبتها التي كالكوليشنز اللي انت حسبتها قيمتها اصغر من ماينس تي 1 ناقص الفا بمعلوميه ان ماينس 1 اللي هي الديجري اوف فريدم دي ودي يعني معلوميه الكريتيكال بوينت اللي انت جبتها من هنا دي تمام اللي هي تي ماينس تي 1 ناقص الفا وان ماينس 1 لو كانت القيمه اللي انت جبتها حسبتها اصغر من الفاليو دي يبقى هي معنى كده ان انت يبقى التي اللي انت حسبتها بتقع هنا تمام. دي منطقه الايه الريجكشن بتاعك تمام. ففي الحاله دي برضو بقى ايه بريجكت ان اتش. ثالث حاجه معايا في الالترناتيف ان في حاله ان انت شغال على الرايت تيل دي كل يعني دي كلها يا جماعه بالمناسبه نفس الحاجات اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت بس على الزد. انا هنا شغال على ايه شغال على التي. طيب في حاله ان انت لقيت في اتش 1 بتاعتك فيها الكونديشن بتاعي قيمه اكبر فلو لقيت قيمه اكبر يبقى انت شغال كده على الرايت تيلد. الرايت تيلد هنا يعني هتبقى دي منطقه الكريتيكال ريجون ودي منطقه الايه دي الكريتيكال بوينت ودي الريجونز اللي انا هرفض عندها ايه الهايبوثيسز بتاعي. فكان لو كانت تي كالكوليشنز اللي انا هحسبها قيمتها اعلى من التي 1 ماينس الفا بمعلوميه برضو الان ماينس 1 بمعلوميه الان ماينس 1 الديجري اوف فريدم ففي الحاله دي هريجكت يبقى هي هنا تمام. فهنا هتبقى تي 1 ماينس 1 وهنا ان بمعلوميه ان ماينس 1 اللي هي الديجري اوف فريدم ففي الحاله دي برضو هريجكت. يبقى معنى كده هي وقع هنا ودي الريجكشن ايه اريا بتاعتي تمام. يبقى كده عرفنا ايه هما الثلاث حالات والكونديشن بتاعي المفروض يبقى عامل ازاي تمام في حاله ان انت بتستخدم التي ديستريبيوشن. طيب هناخد مثال على الموضوع ده. بيقول لك نفترض ان انت عندك ميديكال انفستيجيشن بيكليم بيدعي ان الافريج number of infections per week at hospital in a state is 16 و3 من 10. كون قال is يعني كده كأنه بيقول equal. يبقى معنى كده ده الهيبوسس ان بيقول لك ان الميو بتساوي الميو نوت بتاعه بتساوي ايه 16 و3 من 10. بيقول لك بعد كده راح خد random samples من 10 weeks ال N بتاعته 10 تمام والكلام ده طلع له مين نمبر 17 و7 من 10 دي الاكس بار اللي هو جابها 17 و7 من 10 ان ايه انفكشن. فبيقول لك السامبل ستاندرد ديفيشنز السامبل ستاندرد ديفيشن يعني الاس بتاعتي بايه دي قيمه الاس دي السامبل ستاندرد ديفيشن اللي هو اشتغل عليها 1.8 من 10.
السؤال بقى هل there is enough evidence to reject the investigations اللي بتكليم ان نسبة الايرور بتاعتها الالفا بتساوي 5%؟ طيب فعلشان احل المسألة دي همشي بنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها. ايه الخطوات؟ ان انا اول حاجة step 1 ان انا state the problems state ال hypothesis بتاعتي. فال h0 اللي هو الكليم او ال null hypothesis هو ده الكليم بالمناسبة اللي هو ليه؟ ليه ده الكليم؟ لان هو ده اللي قال وده الفرضية اللي قالها في الاول. قال لك ان انا بكليم ان الـ average number infections per week of hospital is، فده كده الكليم بتاعه. وما كونه قال لك is يعني كده في equal، وكون لقيت equal يبقى ده كده h0. تمام؟ الـ equal على طول دايما في h0 زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. طيب فانا هنا فعلا معلش لقيت اتش 0 تمام اللي فيها الايكوال، فده الايه الكليم ان الميو بتساوي 16.3. يبقى الالترناتيف بتاعي ايه؟ نوت ايكوال. الالترناتيف اللي هو العكس الاوبوزيت بتاعي. فيبقى معنى كده ان اتش 1 اللي هو الاتش 1 اللي هو الميو هيبقى نوت ايكوال. ده الايه الالترناتيف بالنسبه لي الالترناتيف هايبوثيسز بتاعي ان اتش 1 اللي هي ميو نوت ايكوال 16.3. تمام كوني لقيت نوت ايكوال في اتش 1 يبقى معنى كده انا هشتغل على انهي كيس؟ هشتغل على التو تيل. هشتغل على التو تيل. تو تيل اللي هو المنظر ده ان الديستريبيوشن بتاعك بالمنظر ده ان الكريتيكال ايرورز في منطقتين عند تو كريتيكال بوينتس. تمام طبعا هي طبعا سيماتريك، فانا لو جبت القيمه هنا بالبوزيتيف هتبقى قصادها هنا بالنيجاتيف، وعندي تو ارياز تمام بعمل عليهم ايه ريجكشن. طيب فدي اول ستيب ان انا حددت كده مين الهايبوثيسيس بتاعتي وعرفت بالظبط هو الكليم هو ايه. طيب ستيب 2 الخطوه الثانيه هو قال لك من الكونفيدنس بتاعك، الكونفيدنس اللي هو الالفا. طبعا انا معايا الكونفيدنس اللي هو قيمه الالفا اللي هو 5%، وعندي الديجري اوف فريدم هو قايل لي 10 ويكس، فالديجري اوف فريدمز يعني ان ماينس 1. ان ماينس 1 يعني 10 ماينس 1 هيديني 9. من القيمتين دول او معلومات الحاجتين دول اللي هو الديجري اوف فريدمز وقيمه الكونفيدنس انترفال ممكن اروح اجيب الكريتيكال بوينتس القيم دي بما منين؟ من التي ديستريبيوشن. طيب بجيبهم ازاي؟ من التي 1 ماينس الفا وكمان قيمه الايه؟ الان ماينس 1 الديجري اوف فريدم. بروح من الجدول بشوف عند القيمه دي والديجري اوف فريدم هيطلع لي كام؟ فطلع لي كام؟ 2 و2 من 10 دول كده 2 و200 62 من 1000 دول كده الكريتيكال بوينت هنا بالبوزيتيف وهنا بالنيجاتيف. وبعدين تالت خطوة إن أنا أروح أحسب أكالكوليت التست فاليو اللي أنت بتقول عليها، الافتراض اللي أنت أو الحاجة السامبل من السامبل اللي أنت جبته. أحسب تست فاليو من قيمة الإكس بار اللي أنت حسبتها على السامبلز اللي أخدتها على 10 ويك، فإكس بار اللي هي طلعت 17.7 ماينس الميو اللي هو الإدعاء بتاعك اللي هو 16.3 على الستاندرد ديفيشنز اللي هو اس على جذر ان، هو مديك اس 1.8 على جذر الان ب 10 هيطلع لي فاليو 2.4. طب 2.4 2 او 2.46%. عايز اعرف ال 2.46% دي هي بتقع في انهي ريجونز؟ هل بتقع في منطقه طبعا انت شغال بوزيتيف، فانا هبص لو كانت القيمه اللي طالعه دي اعلى من قيمه دي يبقى معنى كده هو بيقطع هنا. ففعلا لو بصيت 2.46 هو اكبر من او بيقع هي اكبر من ال 2.26%، فهو بيقع في الريجون دي. فمعنى كده ان انا هعمل ايه؟ هعمل ريجكت للهايبوثيسيس. هو يجي يقول لك رابع خطوه ان انا بطلع الديسيشن بقى ان انا هريجكت الديسيشن بتاعي ان انا هريجكت النال هايبوثيسيس. ليه؟ لان التي كالكوليشن اللي انا حسبتها اللي هي اهي اللي هي قيمتها 2.46 اللي هي 2.46 اهو قيمتها اعلى من الايه
الكريتيكال بوينت اللي انت جبتها من التيبل التي ديستريبيوشن، فما دام دي قيمتها اعلى من دي يبقى هو بيقع في الريجكشن ريجن فعليا يعني. تمام. مثال تاني على نفس القصه يعني نفس الموضوع ده، بيقول لك لو انا في حاجه مش مفهومه. طيب في المثال اللي فات في حد عنده اي سؤال او مش فاهم حاجه؟ في حاجه وقع مع حد يا جماعه؟ طيب تمام هكمل. لو انا عندي المثال التاني ان انا عندي educators بيكليم ان الافريج سالري، هو بيدعي عندي معلم يعني راجل educator كده بيكليم ان الافريج سالري of substitute teachers in language score in Asyut City هو less than الافريج سالري الميو less than. ما دام لقيت less than يبقى انا كده الكليم ده هحطه عند ال H1. خلينا نقول كده يبقى الـ equal دايما عند الـ A عند الـ H0. لو والـ H عند الـ H0 لو لقيت اصغر من اكبر من او كده يبقى ده كده عند الـ A الـ H1. فهو بيقول لك ان الـ average salary بتاع teachers في اسيوط محافظة اسيوط هو اقل من 60. ما دام ما دام اقل من يبقى انت لازم تبقى ايه واخد بالك على طول، طول ما تلاقي حاجه فانت تفهم معناها ايه. فليه ازاي اقل من 60 يبقى ده كده الهايبوستيز 1 اقل من 60 باوند بير داي. راندوم سامبل اوف 8 سكولز خدوا راندوم سامبلز من 8 سكولز يبقى ده كده عدد ال n السلكتد اند ذا ديلي سالاري ان باوندز ار شون. هل هو طبعا بيقول لك ان هم دول السالاريز بتوع الثمان ايام اللي خدوها من ثمانيه من ثمان مدارس، دول الايه الارقام اللي اخدوها من الايه من الثمان مدارس. طبعا من الارقام دي لو جمعتهم وقسمت على عددهم هيطلع لي الاكس بار، فتمام يبقى ده كده قيم دي لما تجمعهم وتقسم على عددهم وتقسم على الان بتاعتهم هيطلع لي الاكس بار. طيب السؤال بقى، هل there is enough evidence to support the educator claim at confidence interval 10%؟ لو انا نسبه الايرور بتاعتي 10% هل فعلا الافريج سالري هو اصغر من ال 60؟ فايه فخلينا نمشي بالخطوات نشوف الكليم اللي قايله ده هو صح ولا لا. فقال خطوه واحد اهو ان الميو اصغر من 60 وده الكليم، حتى بين قوسين كاتب لك ده الكليم، ده الادعاء اللي الراجل بيقول. الادعاء ده انا ليه حطيته في الالترناتيف عند الاتش 1 عشان فيه اصغر منه. العكس بتاعه تمام بحطه عند النال، ان انا بفترض ان النال هايبوثيسيس بتساوي ان الميو ايكوال 60 فعليا. ده كده ايه؟ يبقى ده كده النال هايبوثيسيس ده الالترناتيف. بس الالترناتيف هو الكليم بالنسبه لي، ليه؟ لان هو ده اللي ذكره في المساله. فانا يا اما انفي او اثبت الكليم اللي قاله ده. طيب وبعدين معلوميه الخطوه الثانيه بقى، معلوميه الكونفيدنس انترفال 10% والديجري اوف فريدوم اللي هي ان ماينس 1 هو طبعا على 8 سكولز فانا كده 7 يبقى هحسب الكريتيكال بوينت. طب حاجه كمان، كوني قال لي اصغر مني لازم نعرف برضه، كوني قال لي اصغر مني يبقى انا كده بشتغل على ديستريبيوشن بتاعي اهو، يبقى الكريتيكال بوينت اللي انا هجيبها لازم اكون عارف ان انا لا سوري اصغر من، يبقى العكس معلش. كوني بشتغل على اصغر من يبقى كاني بشتغل على ديستريبيوشن هنا، الكريتيكال بوينت بتاعتي اهي. تمام؟ فبمعلوميه الالفا والديجري اوف فريدمز بروح اجيب الايه؟ قيمه التي. طيب فالتي بتاعتي كام؟ هتبقى طبعا 1 ماينس الالفا اللي انا جبتها اللي هي 9 من 10 والسبعه دي ببص في الجدول بلاقي القيمه 1 و4 من 10 طبعا انت شغال بالنيجاتيف فكانك بتقول عند ماينس 1 دوت 4 1 5 عشان انا شغاله نيجاتيف فلازم احط هنا ماينس. طيب الخطوه الثالثه ان انا احسب التيست فاليو اللي هو المين والستاندرد ديفيشن طبعا لازم تكون ايه موجودين. طب الاكس بار زي ما انا قلت هنجيبها هنجمع ونقسم على عددهم، ومن الاكس بار دي هتروح تجيب برضو الايه السامبل الستاندرد ديفيشن هتحسبها بالطريقه العاديه بالايكويشنز العاديه.
فانت بمعلوميه معايا كده الاكس بار ومعايا الاس، روح هات قيمه التي، فالتي بتساوي ايه؟ اكس بار ماينس الميو، تمام، اللي هو بيدعيها على اس على جذر ان. فالاكس بار اللي انت حسبتها ماينس الميو اللي هو بيدعيها اللي هي 60 على الاس اللي انت برضو حسبتها اهي على الجذر ايه 8، هيطلع لي ماينس 6 من 10 او 62 من 100. طيب الكريتيكال بوينت فين؟ نيجي نشوف بقى الكريتيكال بوينت عند ماينس 1 4 415، دي كريتيكال بوينت هنا، تمام. طب القيمه اللي انا حسبتها هي اكبر ولا اصغر؟ لو كانت اكبر هو 62%، فانت بتشغل بالنيجاتيف، فالقيمه الاقل هي اكبر من القيمه الاعلى، تمام. ف 62% يعني بتقع هنا، كونها بتقع هنا يعني مش اصغر من دي، يبقى انا كده هاكسبت الايه؟ هاكسبت الهايبوثيز اللي هو قايله اللي هو كان اتش 1، يبقى انا هعمل اكسبت للاتش 1 بس هريجكت اتش 0، هعمل لها ايه؟ ريجكت. يبقى انا هاكسبت الكليم اللي قايله اللي هو اتش 1 اللي قايله، وهعمل ريجكت للايه؟ للاتش 0. فقال لك ان انا مش هريجكت ان الهايبوثيز لان الكالكوليشنز بتاعتي اكبر من، لا هو المفروض ان انا كونوا عملوا الكريتيكال بوينت، اه يبقى انا لا صح، ما انا ما دام انا عملت في الاتش 1 يبقى الاتش 0 يبقى تمام، يبقى انا في الحاله دي انا مش هريجكت النل هايبوثيسز، هعمل لها اكسبشن، هعمل لها اكسبت علشان قيمه الكالكوليشنز اللي انا حسبتها دي اعلى من القيمه بتاعه الكريتيكال بوينت اللي انا جبتها، تمام. طيب لحد هنا هنكون خلصنا الجزء بتاع السنجل بوبيوليشن، سواء في السيجما سكوير نون اللي احنا خدناها المره اللي فاتت وتكملتها النهارده اللي هي ستيجما سكوير انون. لحد هنا في حد عنده اي سؤال او مشاكل او اي حاجه مش فاهمها؟ طيب اوكي، لو حد عنده اي سؤال يقول يا جماعه، الناس اللي معانا على الشات لو حد عنده اي سؤال يقول، الناس اللي معانا اونلاين لو حد معاه عنده سؤال. يعني ايه يس اتس انف؟ مش فاهمه الهايبوثيسز يعني. ما انا بقول امتى يعني، امتى ده كفايه او امتى ده كده بتطبيق الثلاث حالات اللي احنا لسه قايلين عليهم، هم دول اللي بيدوك الديسيشنز، دول اللي بيدوك الديسيشن بتاعك، هم دول اللي فعلا هم دول اللي يدوك الديسيشنز. لو كان ببص على الالترناتيف بتاعي زي ما انا قلت، لو في نوت ايكوال فانا بشتغل على التو تيلد، تمام. هو انا ببص عشان تبقى فاهم، انا بستخدم الالترناتيف عشان اعرف، يعني انا عندي حاجتين، بستخدم الالترناتيف اللي هو الاتش 1 ده عشان اعرف انا هشتغل على انهي ديستريبيوشن، بس القرار بقرره على الاتش 0. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي اشتغلت على التو تيلد، تمام، فبعد فانا كده خلاص عرفت ان ده الديستريبيوشن بتاعي، فباجي اشوف الايكويشن دي لو هي اتحققت اللي هي تي كالكوليشنز اكبر من تي 1 ماينس الفا على 2 وان ماينس 1، الديسيشن بتاعي بعمل ديسيشن على مين؟ على الاتش 0. فكوني مثلا في الحاله دي الديسيشن ان انا بريجكت اتش 0، يبقى انا كده هاكسبت اتش 1. طيب الحاجه الثانيه، لو انا شغاله ليفت تيل فانا شغاله هنا، تمام، جبت ان انا ازاي شغال على الليفت ديلت لان انا لقيت في الاتش 1 اصغر، بس الديسيشن هيكون على مين؟ على الاتش 0، يا اما اعمل له اكسبت يا اما اعمل له ريجكت. فلو كان التي كالكوليشنز اصغر من القيمه دي اللي انت اللي هي ماينس تي 1 ماينس الفا على ان ماينس على ان ماينس 1، يبقى انا في الحاله دي بريجكت ايه؟ الاتش 0. يبقى خدوا بالكم ان الرولز دي مهمه جدا، هي دي اللي بتفهمك سواء انت شغال على الزد او شغال على التي، هي دي الرولز. انت شغال تو تيل، عرفت الكلام ده من الالترناتيف، وبعمل الديسيشنز على الاتش 0، شغال ليفت تيل، شغال رايت تيل، انت شغال ايه؟ تمام؟ كده فهمت ولا؟
ولا اشرحها تاني؟ تمام. طيب نيجي بقى في حالة ان انت شغال على two population means. two populations means وعايز تعمل فرض الهايبوست تيستنج على الديفرنس بتوين تو بوبيليشن مينز. الديفرنس ده احنا يعني حفظناه في كل الحاجات، عدى علينا ممكن مرتين ثلاثه في الاستيميشنز والسامبلنج ديستريبيوشنز والحاجات دي. هو نفس الفكره بس بطبق الستيتس. انا هنا دلوقتي بدل ما كنت بشتغل على ميو بس، انا بشتغل على ديفرنس بتوين تو بوبيليشنز. بدل ما بشتغل على سي مثلا ستاندرد ديفيشن معينه، لا انا بشتغل على ستاندرد ديفيشن مجمعه بتاع الايه، بتاع التو بوبيليشنز. فنفس الحاجات اللي انت كنا بنستخدمها في الديفرنس بتوين التو بوبيليشنز عادي هنا بنستخدمها هنا، بس بنطبق عليها الهايبوثيسيس رولز. فبيقول لك لو كانت الاكس بار هو المين بتاع الراندوم سامبلز اللي ليها سايز ان 1 وليها values من x1 لحد xn1، ده drawn from normal populations with mean mu 0 and the known variance. عندي known variance sigma 1 square، وال y bar هو المين بتاع random samples of size n2 with random distributions من y1 لحد yn square n2، يعني ده السايز الثاني بتاع السامبل الثانيه، وده drawn from another normal distributions with mean mu 2 وknown variance sigma 2 square. يعني انت بيقول لك لو انت عندك اثنين populations، البوبيليشن الاولاني فيه الاكس بار هو المين بتاع الراندوم سامبلز، والواي هنا هي المين بتاع البوبيليشن الثاني، وده السايز بتاعه ان 1 وده السايز بتاعه ان 2، وده ليه سيجما 1 سكوير وده ليه سيجما 2 سكوير. فبيقول لك هنا الريسيرشرز، الراجل اللي عايز يسال السؤال بتاعه ريسيرش كويستشنز، بيكون الاسئله بقى الريليتد بي التو بوبيليشنز. هل ذا مين اوف ذا فيرست بوبيليشنز بيختلف عن المين بتاع السكند بوبيليشنز؟ ف ده كده السؤال بتاعه، هل المين بتاع الاولين بوبيليشن مختلف عن المين بتاع الثاني؟ فعشان تقرر القرار ده او تقول الكليم ده صح ولا غلط، فانت لازم تطبق القصه بتاع الهايبوستيز رولز دي. فانا هفترض ان النال هايبوستيز، النال هايبوستيز اللي هو البيزكس بتاعي اللي هو الاتش 0، ان فعلا ان انت كلامك او الكليم اللي انت بتقوله صح، ان المين بتاع الفيرست بيساوي المين بتاع السكند، المين بتاع الفيرست بوبيليشنز بيساوي المين بتاع ده الفرد الاولاني. تمام. طب الفرد الثاني لا، ان الاتش 1 ان الميو 1 نوت ايكوال ميو 2 مش بيساوي بعض. يبقى انا فرضت فرد اولاني، عملت نال هايبوثيسز ان ميو 1 ايكوال ميو 2، وعملت الترناتيف هايبوثيسز ان ميو 1 نوت ايكوال ميو 2. تمام. طبعا احنا عارفين ان النال هايبوثيسز كوني قلت هنا ايكوال، فالالترناتيفز ممكن يكون كل الحالات دي. تمام. ممكن يكون النوت ايكوال، ممكن يكون الاصغر، ممكن يكون الجريتر ذان، كل دول الترناتيف لان هما كلهم عكس النال. كوني بقول ان ميو 1 اصغر من ميو 2 مش يبقى هي عكس ان دي بتساوي دي، وان ميو 1 اكبر من ميو 2 يبقى عكس دي، ايا كان. طيب فعندي نفس الحاجات، انا عايز اطبق النال هايبوثيسز ده في حاله ان سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير هما نون. نفس الحالتين، انا عندي تو كيسز، سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير هما نون، ولا سيجما 1 سكوير سيجما 2 سكوير ان نون. ففي حاله ان هما نون، ففي الحاله دي اما باجي اجيب التست ستاتستكس بتاعتي وهما نون، احنا عارفين ما دام هما نون وعايزين نحسب تست ستاتستكس، فكانك بتحسب قيمه الزد، زد فاليو. زد فاليو دي كنا بنحسبها ازاي في السنجل بوبيليشن؟ خلينا نرجع نفتكر لسه قايلينها، هي اكس بار ماينس الميو نود على سيجما جذر ان. هو نفس الحال، عوض بقى كده، بدل ما كانك بتشتغل على السيجما الاكس بار، كانك بتشتغل على اكس بار ماينس واي بار، دي كانها بديله للاكس بار، لان انت شغال على ايه؟ ديفرنس بتوين تو بوبيليشنز ماينس، اهي الماينس اهي الميو نود. بدل ما تشتغل على ميو نود هتشتغل على ميو 1 ماينس ميو 2 اللي هم بتوع التو بوبيوليشنز، كانك بتقول دي 9 ماينس ميو نود على ستاندرد ديفيشن. احنا عارفين ان الستاندرد ديفيشن في حاله التو بوبيوليشنز بيساوي اللي هو بيتجمع، بيتجمع ده زائد ده.
اني بقول له جذر سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2، فده كانك بتقول الستاندرد ديفيشن بتاعه. فدي كده حساب قيمه الزد، وبناء عليه معايا قيمه الزد اهي اللي انا حسبتها تيست ستاتستكس، وكمان عرفت احدد الكريتيكال بوينت باستخدام الزد ديستريبيوشن، اللي هو لو احنا عارفين برضو ان انت ما دام شغال على 2 تيلد فانت شغال على 1 ماينس الفا على 2، لو انت شغال على ليفت تيلد او رايت تيلد فانت شغال على زد 1 ماينس الفا. وسواء القيمه دي والقيمه دي بمعلوميه قيمه الالفا، بروح ايه اجيب الكلام ده من الزد ديستريبيوشن. طيب فانت في الفرض الاولاني النال هايبوثيسز الاولاني انت قايل لي ايه؟ قايل لك قايل ان الفرض الاولاني ان الميو 1 ايكوال ميو 2، الاتش 0 كان فارض ان الـ ان الـ ان الميو 1 بتساوي الميو 2. لو ترجعوا تفتكروا اهي هو ده كان فرضه، ده الفرض الاولاني اللي هو فرض النال هايبوثيسز. فلو انت اشتغلت على النال هايبوثيسز بالفرض الاولاني ده، فانت بتقول لي ان ميو 1 ايكوال ميو 2، فكاني دول وديتهم مع بعض، دي مع دي خلاص بقت بتساوي صفر. ميو 1 هي بتساوي ميو 2 فدي راحت مع دي، فساعتها هتكون الزد ايكويشنز هتكون بالمنظر ده. الزد هتساوي اكس بار ماينس واي بار على الستاندرد ديفيشنز بقى اللي احنا عارفينها، سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2. فكده خلاص انت ايه عرفت تجيب قيمه الزد او النال هايبوثيسز بتاعتك هيبقى شكله كده. طيب تعالى بقى ايه عشان تاخد الديسيشن تقرر هعمل ايه تو ميك ديسيشن ريجاردنج النال هايبوثيسز اللي انت فرضته ده. عندك ثلاث حالات هما نفس الحالات اللي احنا شغالين عليها، مفيش اي اختلاف. عندك 3 كيسز of alternative hypothesis is the same، بيقول لك ان هما نفسهم is the same one as the one population cases، نفس اللي احنا ايه اخدناهم في الone population. ان انت في حاله التو تيلت فانا عندي تو كريتيكال بوينت، فلو جبت قيمه الزد اللي انت لسه كاتب الايكويشن بتاعها دي كانت قيمتها اكبر من زد واي زد 1 ماينس الفا على 2، يعني هو هنا، ففي الحاله دي ده الرول بتاعي، لو كان ده اكبر من كده فانا بعمل ريجكشن للايه للنال هايبوثيسز. تمام، ده اللي كان بيسال هو برضو ده نفس سؤالك، هو هي ان انت بتشتغل على رولز، الرولز دي لازم تبقى فاهمها كويس جدا عشان تحل المساله. طيب الكونديشن الثاني، لو انت شغال على اصغر من، وقلنا بنعرف اصغر واكبر والكلام ده كله عن طريق ان انا ببص على الاتش 1 الالترناتيف هايبوثيسز، لو كان الالترناتيف بتاعي فيه نوت ايكوال فانا شغال على التو تيل ديستريبيوشن ده، لو كان في قيمه اصغر فانا شغال على الشكل ده. طيب انا شغال على الشكل ده وطلعت قيمه الزد اصغر من ماينس زد 1 ناقص الفا، يعني هو هنا، يبقى هو واقع في اللي هنا، دي تعتبر ريجكشن ريجن هنا كريتيكال بوينت. تمام، فانا ساعتها بريجكت الايه. طب العكس باكسبت، طب لو كان في جريتر ذان قيمه الزد هي اكبر من زد 1 ماينس الفا هنا يعني، ففي الحالة ايه؟ دي برضو بعمل ريجكشنز لان هو هيقع. تمام؟ دول الثلاثة كيسز الموجودين في كل حتة وبقرر بناء على عليهم يعني. تمام. مثال، في حد عنده رسالة لحد دلوقتي؟ طيب هكمل. بيقول لك لو انت عندك سيرفي فاوند ان الافريج هوتيل روم ريت ان معدل اوض الحجز يعني في اوض في اوتيل في الاقصر كان از، يبقى هنا وبيقول لك ايه؟ يبقى انا كده از هي 88.42 من 100 دولار. تمام، يبقى ده كده الميو 1 ده كله. طيب وراحوا عملوا نفس القصه دي، شافوا في واحد بيقول لك ان لا الافرج روم في اسوان هو 80، ده كده الميو 2. assume ان الداتا were obtained from two samples، بتاخدها من اثنين سامبلز بتاع 50 اوتيلز، يبقى ده كده ايه؟ هنا دي ان، ايا كان لسه هنعرف هي ان مين؟
اه يبقى ان ده هي السامبل دي، هو مش موضح لك السامبل دي، بيقول لك السامبلز بتاع التو سامبلز يعني التو بوبيليشنز بتاخده من 50 هوتيلز، يعني ممكن كل واحده منهم 25 مثلا ولا حاجه. اند ذا ستاندرد ديفيشن اوف بوبيليشنز، اه ده هنا بقى سيجما 1 وهنا دي سيجما 2. خد بالك قال لك ستاندرد ديفيشنز، انت بتتكلم على سيجما 1 وسيجما 2 بنسبة ايرورز 5% الالفا، قيمة الالفا. فبيقول لك هل كان ات بي كونكلود، هل ينفع ان احنا نقول ان في ذير از سيجنيفيكانت ديفرنس ان ذيس ريتس، هل في فعلا هم مختلفين في الريتس، هل فعلا ده، هل الكليمز ان هم مختلفين، هل هم مختلفين ولا لا؟ يبقى ده كليم، الكليم هل هو بيسأل هل هم مختلفين ولا مش مختلفين. فروحنا مشينا على الخطوات، ان انا بروح احط الهايبوثيسز بتاعتي واحدد مين الكليم، يبقى دي ستيب 1. فروحت عامله هو مين الكليم، ان هل في سيجنيفيكانت ديفرنس ان ذا ريتس، فهو ده الكليم ان ميو 1 نوت ايكوال ميو 2، وقلنا ما دام نوت ايكوال فانا هحطها ايه في الالترناتيف، والعكس بتاعه هيبقى النال هايبوثيسز ان ميو 1 ايكوال ميو 2. تمام. طيب ومعلوميه الالفا اللي هي قيمتها 5%، ومعلوميه الالفا اللي هي قيمتها 5%، اروح احسب الكريتيكال بوينت فين، عن طريق ان انا بقول 1 ماينس الفا على 2. طب ليه قلت الفا على 2؟ لان انت قايل ان اتش 1 ميو 1 نوت ايكوال ميو 2، فانت كده شغال على الديستريبيوشن اللي فيها التو تيلز. تمام. فبقول له كاني بقول له الزد 97%، اروح اجيبها من الجدول بتاع الزد تيبل هيطلع لي كام. طبعا لو انتوا فاكرين ان احنا كان دايما بقول ان الايرورز بتاعه قيمه الالفا عندك قيم كده ايه معروفه، لو كانت ب 5% يبقى ب 1.96. يعني حتى احنا قلنا الحاجات دي حاول ان انت تبقى عارفها على طول عشان ما تستهلكش وقت اما تجيبها من التيبل. طيب ثالث خطوه ان انا احسب التيست فاليو. فالتست فاليو هنا هحسبه ازاي؟ برضو x1 x1 بار ماينس x2 بار ماينس ميو 1 ماينس ميو 2 على الستاندرد ديفيشنز اللي هي سيجما 1 سكوير على n زائد سيجما 2 سكوير على n2. تمام؟ عوض بقى الكلام ده. طبعا انت فرض الاولاني ان انت بتقول ان ميو 1 ايكوال ميو 2 اللي انت شغال على النال هايبوس. تمام؟ فرحت حطيت قيم سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير، احنا عايزين نعرف هم فعلا ايكوال بعض ولا لا؟ هو ده السؤال بتاعنا. هما فعلا ميو 1 ايكوال ميو 2 ولا مش بيساووا بعض؟ فرحت عوضت من بقيمه سيجما 1 بار سيجما 2 بار والستاندرد ديفيشن، طلع لي كام؟ قيمه 7.45. طب هل ال 7.45 نبدا نشوف بقى قيمتها اكبر من ال 1.6؟ هي 1.96 هي فعليا هي دي كريتيكال بوينت. لو كانت قيمتها اكبر فهي هتقع هنا. تمام. ففي الحاله دي ما دام هي هتقع هنا يبقى كده انت هات ريجكت النال هايبوثيسز. بس في الحاله دي ايه؟ اه عشان اميك ديسيشن ستيب 4 ان انا هريجكت النال هايبوثيسز. ايه النال هايبوثيسز؟ ان دول بيساووا بعض، يبقى معنى كده ان هم ايه؟ ما دام هتريجكت ده النال هايبوثيسز يبقى انت كده هتاكسبت ان هم مختلفين، وده الكليم بتاعه، ده الكليم ان هم مختلفين وده صح، ده الكليم بتاعه صح. تمام. فانا هريجكت النال هايبوثيسز بس هاكسبت الكليم اللي هو قاله ان هم فعلا مختلفين. ده السؤال او دي اكزامبلز على ان السيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير نون. تمام. في حد عنده سؤال في الجزء اللي فات؟ في مشكله عند حد؟ الناس اللي معانا على الشات تمام نكمل. في حالة بقى السيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير هما unknown، خلاص لقيت كلمة unknown اعرف على طول ان انت هتشتغل على التي ديستريبيوشن بدل ما تشتغل على ايه؟ على زد. طيب فبيقول لك ان ذا كيس في ان ذيس كيس، ان احنا لازم هنفرق ما بين تو كيسز فور سامبل سايز. ذا فيرست از ذات ذا سامبل سايز ار لارج اند هير وي يوز الفاريانس اوف تو سامبلز از استيميتورز اوف ان unknown فاريانس we of the populations with that هتبقى suitable. في الحاله السكند كيس ان السامبل بتاعتي بتكون سمول، واحنا هنا هنكونسيدر اللي هو بيقول لك انا هستخدم ايه. بيقول لك لو انت
هم unknown، بس انت شغال على سامبل سايز كبير جدا، فساعتها انت هتشتغل الزد عادي. هو ده بيقول لك في حاله ان انت الزد السيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير unknown، بس قيمه الزد بتاعتك هي او قيمه السامبلز بتاعي كبير، ففي الحاله دي انت هتشتغل على الزد زي ما احنا خدنا من شويه. تمام. قال لك الحاله الثانيه اللي عندك لو كانت السامبل سايز بتاعتك صغيره، ففي الحاله دي احنا هنعتبر التو فاريانس بتوعك، احنا عندك السامبل الصغيره، فاحنا كده هم unknown سيجما 1 سكوير سيجما 2 سكوير هم unknown، ففي الحاله دي انا بعتبرهم ان هم ايكوال بعض، وبحسب حاجه اسمها بولد فاريانس اللي هي اس سكوير بي. بي هي عايده على البولد، واس سكوير ده الفاريانس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده برضه. تمام. والاستيميتور بتاعي هيكون تي، هو ده اللي هيستخدم معايا الاكشنز او في حل الايه البروبلمز بتاعتي في حاله ان انت شغال على سمول سامبل سايز. طيب فتعال نشوف كده مثال على الكلام اللي هو بيقوله. هو نفس الحال، بس انا بدل ما كنت بشتغل على الزد اشتغل على التي. وطبعا ما دام هشتغل على التي لازم تبقى عارف ان انت هتشتغل على ايه، على نمبر اوف ديجري معين. فبيقول لك هنا الاكزامبل بتاعي بيقول لك نفترض ان انت عندك ستادي، البيربز اوف ذا ستادي was to investigate wall chair in individuals with lower liver, spinal, مش عارفة, and healthy control C. Subjects used a modified wall chair to incorporate rigid set service to facilitate the specified experimental. هنس أنا عندي بيقول لك ده أنا عندي two states من الداتا، كل واحدة منهم بتتكون من 10 subjects، بيبقى ده N1 وN2. We've been counting two independent sample random samples of the measurement. واحد للpopulations بتاع ال C subjects والتاني from populations with lower level SCR. تمام. يعني مش عايز اخد في التفاصيل بتاع ال during static settings conditions and the average and standard deviation are recorded to give. فقال لك ان انت عندك الاكس 1 بور هي 126.1، والاس 1 الستاندرد ديفيشن بتاعتي 21.8، ده بالنسبه لايه اللي هي السي. اما بالنسبه للاس سي اي، يعني دي الحاجات اللي مديها لك في المساله، يعني هو عندك تو بوبيليشنز، واحد اسمه سي واحد اسمه اس سي اي، وبالنسبه للسي اللي هو البوبيليشن الاولاني اكس 1 بار قيمته كذا، والاس ستاندرد ديفيشن قيمته كذا. والاس سي اي الاكس الاكس بار 2 المين بتاعه 133، والاس 2 هي ال 32. طيب بقيت الحاجات اللي مديها لك في المساله ايه؟ بيقول لك ان احنا بنأسيوم ان البريشرز ميشرمنت ان بوث بوبيوليشنز ار ابروكسيمتلي نورمالي ديستريبيوتد، فهو قايل لك ان هم نورمالي ديستريبيوتد. خد بالك ان هو مديك ال ان ب 10، ال ان بتاع 2 بوبيوليشن، فال ان ب 10 يعني اصغر من ال 30، فكده انا هستخدم التي. فالبوبيليشن فارينس بتاعي هو برضو قايل لك ان هو unknown، ولكن احنا بنأسيوم ان هم يكونوا ايكوال، ان اس سيجما 1 سكوير ايكوال سيجما 2 سكوير ايكوال سيجما. فبالتالي ان انت كده محتاج تجيب حاجه اسمها الاس سكوير بي البولد. بيقول لك وي ويش تو نو اف وي ماي تو كونكلود ماي كونكلود اون ذا بيسز اوف ذيس داتا ان قيمة الألفا عندك بإيه 5% in general. بيقول لك هنا عايز يقول الفرض بتاعي، هل الـ C subjects exhibit lower pressures than هي أقل من الـ SCI؟ هل الـ C subjects مواد الـ C هنا أصغر من الـ SCI؟ ده الكليم اللي عايز يثبت. طبعا الكليم ده كل لقيت فيه قيمة أصغر فهو كده H1. تمام؟ وده الكليم أهو. ان الميو 1 اصغر من ميو 2، فده الكليم اللي ايه موجود. طبعا اصغر وموجود في هيبص في الالترناتيف عشان هو اصغر، لكن النال هيبوسس بتاعتي النال هيبوسس بتاعتي بايه اتش 0 بتساوي ميو 1 ايكوال ميو 2، ده كده النال هيبوسس. طيب ده كده يبقى انت ستيب 1 ان انت حددت مين الهايبوستس تيستنج بتاعتك ومين الكليم. فانا النال هايبوست ان هو ميو 1 ايكوال ميو 2، والالترناتيف ان ميو 1 اصغر من ميو 2، ده الكليم اللي انا عايز اقوله.
ستيب 2 ان انت ات الفا بتساوي 5% وعدد النمبر الديجري اوف فريدمز هنا 18 تمام، لانه قايل لك كل واحد منهم 10، كل سبجكت هم 10. فلو تفتكروا كده لما بتيجي تشتغل على ال تو بوبيوليشنز فانت بتقول ان 1 زائد ان 2 ماينس 2، ف 10 زائد 10 ماينس 2 هيديك ال 18، وده الديجري اوف فريدمز اللي انت هتشتغل عليه. طيب فانا معايا الالفا ومعايا الديجري اوف فريدمز، هروح احسب الكريتيكال فاليو عادي خالص تمام، اللي هي 1 3 و 7341 تمام. ستيب 3 ان انا عايزه اجيب قيمه التي، بس عشان اجيب قيمه التي انا محتاجه عندي هنا ايه البولد ستاندرد ديفيشن، فهروح احسب البولد ستاندرد ديفيشن الاول اللي هي الايكويشنز اللي احنا عارفينها اللي هي اس سكوير بي، ودي الايكويشنز اللي هي ان 1 ماينس 1 في اس 1 سكوير زائد ان 2 ماينس 1 في اس 2 سكويرز على ان 1 ماينس ان 2 ماينس 2. عوض بقى بكل القيم اللي عندك، ان 1 ماينس 1 هم كان مديك 10 فهيبقى 9 في كذا وكذا هيطلع لي ايه 756. يبقى كده ده كده الفاريانس، هات الجذر بتاع القيمه دي هيطلع لي ستاندرد ديفيشن. طب خد بقى القيمه دي استخدمها وانت بتجيب الايه، بتجيب قيمه التي. قيمه التي هنا عندي اكس 1 ماينس اكس 2 اكس 1 بار ماينس اكس 2 بار، ودول مديك قيمتهم اهم. وهنا الاس بي البولد الستاندرد ديفيشن بولد اللي انت لسه حاسبها في 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2 اللي هي 2 على 10، لان ان 1 وان 2 هم 10، فطلع لي قيمه ايه؟ ماينس 569. ده كده التست فاليو اللي انت حسبتها. عايز تشوف بقى التست فاليو بالنسبه للكريتيكال بوينت عامله ازاي؟ الكريتيكال بوينت اللي انت حاسبها فوق اهي، دي في كريتيكال بوينت اللي هو 1.73. فقال لك هنا بناء عليها بتحسب الديسيشنز، فقال لك ان انا مش هقدر اعمل ريجكشنز للنون هايبوثيسز. ليه؟ لان قيمه الكالكوليشنز اللي انت حسبتها هي اصغر من القيمه ماينس الكريتيكال بوينت اللي انت حسبتها تمام. ففي الحاله دي انا مش هريجكت النون هايبوثيسز، يعني هاكسبت النون هايبوثيسز، وفي الحاله دي انا ايه، انا هريجكت الالترناتيف هايبوثيسز دي يعني تمام. دي كده ستيب رقم 4. مع نهايه المساله دي انا كده هكون خلصت. حد مش فاهم حاجه؟ شباب في حد عنده مشكله او حاجه واقعه منه؟ تمام كويس قوي. كده هيكون الحمد لله نهايه شابتر. ممكن تفرقي بين قوانين ايه بالظبط؟ انهي قوانين عايزها؟ قصدك بتاع ال 3 cases ولا؟ بص هقول لك حاجه، هي فعلا القوانين شبه بعض تمام؟ انت قصدك بين مين؟ بين الاستيميشنز والنون هايبوثيسز ولا بين مين ومين؟ ولا بين ال الحق ستاندرد ديفيشن على حسب كل بوبوليشن.
طيب في حاله ان سيجما 1 سكوير وسيجما 2 سكوير هم unknown بالنسبه لي، ففي الحاله دي بستخدم حاجه اسمها تي كالكوليشن اللي هي قلنا القانون بتاعها، وبستخدم الايه التي ديستريبيوشن عشان احسب الكريتيكال بوينت. طيب هي الفكره هنا دلوقتي ده اللي احنا لسه قايلينه، لو انا معايا 2 ما بين 2 مين 2 بوبيوليشن، فقال لك اهو لو هم السيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير نون، فانا بستخدم الايه الزد دي، او خلينا نقول بقى الزد دي الزد كالكوليشن، وما اجي احسب الكريتيكال بتاعتي بستخدم الايه بس الزد دي. طيب في حاله ان هم unknown، في حاله ان هم unknown، يبقى في الحاله دي انا هستخدم الايه مش الزد، هستخدم بقى المفروض بنادي على حاجه اسمها زد هرمز ليها بالرمز تي. تمام احنا كده كده ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هتبقى مراجعه شويه على اللي فات، فلو حد عنده اي سؤال في الجزء ده ممكن يحضره للمره الجايه، بس يعني يا ريت تذاكروا. تمام طيب فانتوا حاولوا تذاكروا بقى وتجهزوا الاسئله ان شاء الله المره الجايه هتبقى مراجعه شويه على الحاجات اللي احنا اخدناها، فيا ريت تستفيدوا بالجزء ده قبل الميد تيرم. طيب اشوفكم على خير بقى باذن الله المره الجايه. السلام عليكم.